ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هتكلم على برج الميزان، نصايح مهمه جدا جدا خلال شهر سبتمبر لعام 2021. شهر سبتمبر يا برج الميزان قد ايه مهم كتير بالنسبه لك، مواقع الكواكب قد ايه بتخدمك، سواء في النص الاول اللي هو كوكب عطارد وكوكب الزهره، وكمان النص الثاني كوكب المريخ، على الرغم ان بيكون في ضرر منه موجود، الا ان عندك فيه نصيحه، عشان انا هتكلم عن النصايح مش هتكلم عن الحاجات الايجابيه. فالنصائح في نصيحه مهمه كتير خلال النص الاول ونصيحة تانية خلال النص التاني. يعني عامة النصيحة اللي تخص النص الاول هي ايه؟ الشمس موقعها في برج العذراء، يعني ليك انت ان انت عندك فيه نوع من انواع ان اشخاص قاعدين متربصين ليك جدا، عندك حسد وحقد ابن لذين. طبيعي احنا عندنا حسد وحقد على طول على طول لحد ما تلاقي فاحنا عندنا فعلا حسد غريب جدا، الى ان هيكون العين عليك بشكل مستفز. حاول ان انت تحصن نفسك وتداري على نفسك كويس قوي، ومش النقطه دي وبس، لا، حاول على قد ما تقدر انك كمان تكون حريص يا برج الميزان على اوراقك، ممتلكاتك، اختام، على اسرارك، يعني اسرارك ما تبقاش معروفه. حاول انك تتلاعب بخبث. شفتوا الكلمة طالعة ازاي؟ ده فعلا ده اللي احنا محتاجينه، محتاجين ان انت تكون شخص على الاقل متلاعب بعض الشيء، اللي هو ما تكونش صريح مع اي حد مهما كان، لان انت عندك الحسد والحقد واللي 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 وكل بلا الازرق اللي ممكن تتوقعه في حياتك بيجي من القرايب ومن الناس اللي عارفاك كويس قوي. فحاول على قد ما تقدر ان انت تكون حريص جدا من الناس دي، حريص كتير مين بيجي بيتك، مين بيتعامل معاك، مين بيشوف حياتك، مين ان هو اوراقك المهمة مين بيطلع عليها، الحاجات اللي زي كده لازم تكون مركز فيها جدا جدا، لان في حد عايز ان هو ينقش وراك ويعرف اخرك ايه ودنيتك ايه وبيسألك كتير. عندك ده، وعندك اشخاص هم في اشكال اللي هم يعني الملائكة ما بيغلطوش، وهم اصلا ناس يعني ما يعلم بها الا ربنا. انت دايما بتحس منهم احساس بيكون مزدوج، احساسك من ناحيتهم احساس مزدوج، اللي هو انت مش عارف هم كويسين، لا ده هم وحشين جدا، لا ده كويسين وقفوا معايا في امر ما، وهم اصلا وحشين جدا ووقفوا معاك لاجل سبب معين، لاجل يسحبوا البساط من تحت رجليك، لاجل يستعطفوك بعض الشيء وعشان تقول هم وقفوا معايا. لازم تكون حريص جدا ان في ناس بتتلاعب، عشان كده بقولك انت اللي لازم تكون متلاعب جدا خلال الشهر ده. مش متلاعب يعني تلعب على مصلحة الاخرين، لا، تلعب انك تحافظ على مصلحتك الخاصة. فدي اول نقطة، عندك حسد وحقد لازم تحذر. قلنا الطريقة ازاي، نقولنا نخلي بالنا ازاي النقطة دي. طيب النقطة التانية ان انت لازم تركز كتير على مستوى النجاح بتاعك. انت عندك نجاحات حلوة كتير، خاصة ان كوكب عطارد موجود، كوكب عطارد موجود عندك، فده بيعني كتير من الايجابية وكتير من التميز. بس في نفس الوقت يا برج الميزان انت محتاج ان انت تركز على مستوى نجاح معين. حاول على قد ما تقدر ان انت تكون عامل الخطة صح، تكون مركز كتير في كل خطوة انت بتقوم بيها، مش اللي هو اكون عندي متلهف على ان انا اوصل لحاجة معينة. احيانا التسرع في ان انت توصل لسلم معين او مكانة معينة ده بيوقعك. حاول على قد ما تقدر ان انت تكون مركز كتير في نجاحاتك، مركز كتير ازاي اطلع، ازاي اكون متميز، ازاي احقق اهدافي. فانت محتاج ان انت تطلع بمستوى نجاح بطريقة ايجابية، بطريقة انت فاهم انت دنيتك ماشية ازاي، ما تكونش متسرع، لان احيانا التسرع بيخلينا في بعض الثغرات كده ما بنشوفهاش، دي ممكن توقعنا. فاذا انت دور كتير على ان انت تدور على مستوى نجاح افضل واحسن بعدم التسرع، كمان بحاجة تانية بان انت تعتمد على نفسك، بحاجة تانية ان انت تكون مركز اكتر، مركز في شؤونك المهنية، مركز على التطوير. ليه بقول ده؟ لان انت عندك نجاح قوي وعندك حظ قوي داعم جدا جدا في المنطقة المهنية، داعم كتير ان انت توصل لحاجة مميزة، داعم كتير في الحظ من الناحية المهنية وتحقيق مكاسب جيدة وتحقيق كمان شهرة بالنسبة لي الناس اللي هم شغالين في حاجة ليها علاقة بشهرة، حاجة ليها علاقة بفن، حاجة ليها علاقة بابداع، يكون عندهم شهرة مميزة جدا جدا. فبرج الميزان عندك النقطة دي كتير، حاول ان انت تكون مركز اكتر واكتر، وابعد ارجوك عن الناس اللي هي الخبيثة او الناس اللي بتتلاعب او الناس حتى اللي انت مرة يبقوا معاك بيتعاملوا حلو ومرة بيتعاملوا معاك وحش، فلازم تكون محذر منهم لان الناس دي ما فيهمش خير ليك.
النقطة اللي بعد كده حاول على قد ما تقدر ان انت في ظل الضغوط اللي ممكن تمر بيها خلال اول 3 اسابيع ان انت تكون مركز قوي قوي، ان انت تكون قد المسؤولية. اعرف حط حاجة في بالك جدا، ان الضغط اللي انت بتعاني منه اول 3 اسابيع او متطلبات كتير او مشاوير كتير او وقت انت محتاج ان انت تنجزه اكتر، ان كل ده بيضيف لك اخر 10 ايام زي كأنه بيضيف لك كده نوع من انواع حاجة خصم كده، حاجة اوفر بتجي لك مش عارف ايه، يعني بيسعدك. احنا اكتر حاجة بتسعد البنات الاوفر بقى والحاجات اللي زي كده. اه والله انا بحب كده قوي مع اني مش بعرف. المهم يعني فعندك اللي هو حاجه زي كده، يعني عندك ان انت لو تعبت صح وتحملت المسؤوليه صح اول 3 اسابيع فالاسبوع الاخير بالنسبه لك زي العسل، ده بجد جدا. فحاول ان انت تنجز اكتر، تتحمل المسؤوليات اكتر، تخلص اللي وراك اكتر، واستغل الوقت الايجابي ده. اوعى يا برج الميزان الشهر ده يعدي من غير ما تعمل حاجه مهمه، اوعى الشهر ده ما يعدي من غير ما تبدا مشروع، تبدا حاجه مهنيه جديده، تنطلق بامر ما، انك حتى تغير من نفسك، انك تلعب على نفسك، انك تخس، انك تتخن، انك تعمل، لازم تعمل شيء ايجابي. ولازم ان انت تدور على شكلك، على جمالك، على اصل برج الميزان. انت برج الجمال ده معروف كتير، كوكب الزهره هو اللي حاكم برج الميزان، فانت برج الجمال، فدايما دور على اناقتك، على شياكتك، على جمالك. حاول دايما ان انت تبقى محافظ على رشاقتك، على جسمك، على الالوان اللي انت بتحبها ايه، على حياتك شكلها تبقى حلو. دور كتير على الديكور، المكان اللي انت قاعد فيه، ديكور مكتبك او شغلك. لو عملت ده هتدي لنفسك ايجابيه قويه جدا جدا، تخليك انك انت تكون قادر على تحمل الضغوط بشكل كمان ايجابي، وبيخلي عندك قدرة على زيادة انتاجك بشكل قوي او بشكل افضل. فحاول دايما ان انت تعمل ده يا برج الميزان. برج الميزان عايز اقول لكم على حاجة مهمة كتير، ابعدوا دايما عن ان انتوا تلهوا نفسكم ببعض الامور اللي تلهيكم عن مشاكل، ان تلهيكم عن صحتكم او توقعكم في مشاكل. بمعنى ايه؟ بمعنى ان انا هقول لكم حاجة بسيطة كتير وبالشكل البسيط جدا. حاول دايما ان انت دور كتير، اولا ان انت تشرب ميه كتير، دور دايما على ان انت، لان دي الحاجه اللي انت مطالب بيها كتير، ان انت تشرب ميه، ان انت تحاول تنام، ما تتلهيش قبل ما تنام بان انت تكلم فلان، ما بيحليش وقت الكلام مع الاصحاب وي اللي قبل النوم، فلا حاول دايما ان انت اقطع الكلام ونام، ما تتحركش ان انت تقول لا طب استاذنك عشان انا عايز انام، ميعاد نومي، اعمل لنفسك مواعيد نوم ونام فيها واجبر نفسك تنام فيها. انا عن نفسي بعمل ايه؟ بجيب المخده احطها عليا، عارفين اللي هو يعني، وبكحل الدنيا كلها، يعني لازم تبقى كلها ظلمه، فاللي هو اعمل مود ينيمك هتنام. ففكره بقى ان انا لا ما بعرفش انام على طول، اه لازم، احنا بنفكر في مليون حاجه ولازم نعيش عالم قوي كده قبل النوم، بس بتلاقي نفسك اتدلقت مره واحده. لكن فكره بقى ان انا اقعد امسك في الموبايل، اقعد اقلب مش عارف اعمل ايه، اقعد اكلم مين واروح مين، وما بيحلاش التشات ما بيننا الا بالوقت، فلا خلي بالكم كتير من ده، لان ده بيتعبك وبيعمل لك جهد وبتقوم تبقى مكسر، فما بتقدرش ان انت تشتغل او ان انت تعمل مسيرتك الحياتيه بقى، اللي هو تروح وتيجي وتنجز وقتك، مش هتعرف تعمل ده. جرب كده تعمل، لان 3/4 اصحاب برج الميزان عندهم خطه في النوم بايظه جدا، كان عندي، فلازم ان انت تظبط الدنيا. اما بالنسبه للنصيحه اللي بعد كده، وهي ان انت لازم يبقى عندك صبر. صبر على ايه؟ صبر على الخنقه. اه والله، يعني ايه؟ اصل انت مخنوق كتير الفتره دي، ما انا لو كلمتك على الحاجات اللي انت بتفكر فيها ومشاعرك واحساسك هنفضح الدنيا جامد. فبرج الميزان مخنوق كتير من اشخاص مقربين بالنسبه له، مخنوق كتير من تعاملات من بعض الاشخاص، مخنوق كتير من نفسه عشان هو مش بينجز وقته، مخنوق من تدخل بعض الاشخاص في حياته. فانت عندك ان انت مخنوق، فدور لان انت خنقتك دي مخلياك اللي هو عارفين اللي هو فاضل لي زلطه وهطلعه بره، اللي هو اني انا مخنوق فهتلاقي في بكابورت هيطلع، لو مره واحده هقول كل اللي جوايا، اقول بقى ان انا مخنوق منك وان انت وان انت وان انت وان انت، وافضح الشخص ده. حاولوا على قد ما تقدروا يا برج الميزان ان انتوا تصبروا شويه، لانك انت هتندم كتير لو انت انفعلت ووصلت نفسك لمرحله الانفعال، هتبدا ان انت تيجي تلم الموضوع مش هيتلم معاك بسهوله ابدا. فخلي بالك كتير من ان انت لو مخنوق من اشخاص او متضايق من بعض المواقف او ان انت تكون عندك صبر، الدنيا هتتحل كتير بالصبر. الصبر هيكون حل لمشاكل اللي عندك وحل للخنقه دي، ولكن العصبيه وانك تدخل في مشاكل وانك تقول كل اللي جواك هتندم وهتبدا تقول انا كده خربتها خلاص.
فلازم تكون حريص. كون حريص كمان على الناس اللطيفه في حياتك، يعني دايما الشخص المميز في حياتك حافظ عليه، تطلع عليه قوي، حبه قوي، قرب منه قوي. فالناس الحلوه مش بنلاقيها بالسهل ابدا، الناس الحلوه دول يعني ربنا بس اللي بيكون باعتهم ليك، بيبقى في كده عندك نزعه ايمانيه، ولا دعيت، ولا دعوه امك ليك كانت مستجابه في يوم من الايام، فربنا رزقك بناس كويسين. الناس دي تحافظ عليها ودايما تكون لطيف معاهم، وحاول دايما ان انت يبقى عندك عصبه ببعض الاشخاص اللي هم كويسين بالنسبه لك، سواء قريب او غريب، ايا كان شخص هو بالنسبه لك لذيذ، شخص كويس، شخص بيحبك، شخص بيخاف عليك، يبقى ما تفوتش فيه، ودايما تكون قريب منه، وما تحاولش ان انت حتى تقطع معاه يوم، لا خليك دايما معاه على تواصل عشان يتجدد ما بينكم محبه. ده انت لازم تعمل ده، لان انت كمان عايز الوضع الاجتماعي يكون جيد، انت محتاج كتير الشخص اللي بيساندك وبيساعدك والشخص اللي بيحبك بجد انك تتكلم معاه، لان ده بيديلك انت دافع وبيديلك قوه وبيديلك حب لذاتك كتير وبيديلك شخصيه مميزه. اما بالنسبه برضو في نصيحه تانية مهمه كتير، ما بلاش الشهامه تاخد حقها. يعني ايه؟ يعني ما بلاش اللي هو فكره ان انا اساعد طوب الارض، ما بلاش فكره ان انا اكون شهم مع كل الناس، لا انت تكون شهم مع الشخص اللي يستاهل، انت تكون جدع كتير مع الشخص اللي يستاهل، لكن الجدعنه على الفاضي ملهاش قيمه، الجدعنه مع اشخاص زي القطط اللي هو بتاكل وتنكر ملهاش قيمه، هتقول انا بعمل ده عشان ربنا اعمله مع اي حد تاني ارجوك. انا عن نفسي اشوفه كده جدا، يعني ليه؟ لان انت كتير هيستغل طيبتك لحاجات سلبيه، كتير هيستغلك، كتير عايز ياخد منك، كتير عايز ان هو يوجعك عشان خاطر يشمت فيك، كتير مش عايزك تبقى في خير، كتير مش عايزك تبقى مبسوط، بل بالعكس عايزين ناس تانية هي اللي تكون مبسوطه، عايزين ناس تانية تعلي عليك، وبيلعبوا كتير في المنطقه دي. عارفين فكره ايه؟ فكره ان انا هقعد ازن على دماغه وازن على دماغه عشان ابعده عن الامر ده عشان انت تيجي، في نوع من انواع الاتفاق، او حتى من غير اتفاق في حقد كتير بيدور حواليك، فانت لازم تكون واخد بالك. فكره ان انا اساعد او ابو عشم ده خلاص، يعني ساعد ناس تستاهل، قرب من ناس تستاهل، حاول انك تقف جنب ناس تستاهل، غير كده اللي ما يستاهلش ارميه. ده نصايح الخاصه بشهر سبتمبر، او خاصه اول 3 اسابيع اللي هي فتره الشمس الموجوده في برج العذراء، واغلب النطاق ده بيكون بتدور عشان الشمس موقعها في برج العذراء مش لطيف ليك، مش لطيف ليك بالمرة خالص يعني، وفي حد بيحاول ان هو يقف قدامك ويعندك وحقد وحسد بسبب المريخ. طبعا بتكلم بسبب تأثيرات فلكية، ولكن عامة انا بشكركم كتير، الوقت عدى مني فبشكركم اكتر، ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس. سلام.